بحصولي على أعلى نسبة أصوات مقابل المنافسين وبفارق كبير من الأصوات، ولكني لم أحسم أمر نفسي حتى اليوم، هل سأستكمل الرحلة لكي أخوض انتخابات رئاسة الجمهورية أم سيكون لي قرار آخر؟ هذا ما سوف أعلنه إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم، القرار النهائي لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية. هذه المقدمة لأنني عودتكم دائما على أن أفجر بالمستندات، عودتكم أعزائي المشاهدين دائما على أن أفجر بالمستندات الدامغة، المفاجآت والأسرار، ما بين فساد، ما بين تمويل خارجي، ما بين رشوة، ما بين اغتصاب، كله بالمستندات. وهذه الفقرة بالمستندات حول خبايا ما حدث من بعض، أكررها، من بعض الذين شاركوا في الثورة ويحاولون تدمير مصر وليس تغيير مصر. ثورة 25 يناير هي ملك لشعب مصر وليست ملكا لطائفة، هي ثورة الفقراء، هي ثورة البطالة، هي ثورة ترهل النظام الإداري، هي ثورة كل فئات الشعب. ولكن هناك من يحاول أن يحولها من ثورة للبناء إلى ثورة للهدم والتدمير. فلولا المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولولا الجيش المصري الباسل، أقدم جيش في التاريخ، ما كان لهذه الثورة أن تنجح وأن تكشف عن محاولات تدمير الوطن. تحية مني لرجال الجيش المصري من أصغر مجند في الجيش المصري وحتى أعلى رجل في الجيش المصري وهو المشير طنطاوي. حقيقة الأمر ربما أختلف مع المشير طنطاوي في بعض الأمور، ولكن هذا لا يعني أنني مؤمن إيمانا يقينا بأن المشير طنطاوي وأشقاؤه من رجال المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأبناؤه من ضباط القوات المسلحة ومن ضباط الصف ومن الجنود لهم الفضل بعد الله في نجاح ثورة 25 يناير، لأن التجربة على الحدود، ليبيا وما يحدث فيها، اليمن وما يحدث فيها، سوريا وما يحدث فيها، كل هذه الأشياء تؤكد أن الفضل لله ثم من بعده للجيش المصري في إنجاح هذه الثورة. برحب بضيفي اللي هيفجر قنابل أرض جو. استمعنا سويا إلى الأستاذ ناجي أبو النجا، واستمعنا سويا إلى الشاب المصري الطالب بجامعة المنصورة أحمد سبايدر، واليوم نستمع إلى مهندس مصري، كما استمعنا أيضا إلى الأخ أحمد مصطفى الشاب المصري السلفي الذي عرض عرضا خطيرا. اليوم نستمع إلى مهندس مصري صعيدي من صعيد مصر، انتفض الدم في عروقه واشتعل عقله وقلبه وضميره ودينه من أجل ذكر كلمة الحق، من أجل هذا الوطن. أهلا بك معنا باشمهندس. مهندس محمد مصطفى، اهلا بيك مهندس محمد مصطفى. يعني انا هسألك سؤال الاول، لماذا اخترت قناة الفراعين واخترت وحددت بالذات العبد لله توفيق عكاشة